فتكبروا. قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم، فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.